طبعا بنسمع من استاذ محامي كبير زي سعاده النقيب، حضرت معاه اكتر من جنايه، جنايه قتل وخلافه. لا هو في المحكمه حاجه تانية خالص، انا كنت واقف في المحكمه وبتفرج عليه رغم ان انا محامي وكنت موكل يعني، والواد خد براءه، ها غرمت القتل الحمد لله. طيب الاستاذ الافاضل، طبعا يطيب لي ان اتواجد معاكم النهارده واستكمالا لما تناوله سيادة النقيب. شوفوا، أمور حياتنا كلها بينظمها القانون منذ ولادتك إلى وفاتك، حتى وأنت جنين في بطن أمك، ترس ولا ما ترس. إذن تولد بنعمل لك شهادة ميلاد، تدخل التعليم بنعمل لك إيه؟ قانون التعليم، ثم الصحة، تتوظف قانون توظيف، تطلع معاش قانون معاشات، تتجوز أحوال شخصية، ها تطلق تتخلع أحوال شخصية. المهم إذا وفاتك شهادة وفاة، إذا القانون بينظم كل أمور حياتنا، صح ولا خطأ؟ فلذلك رجل القانون لا يتوقف عند تخصص معين. أعوذ بالله من كلمة، أنا أستاذ قانون وتشريعات اقتصادية، أستاذ قانون وتشريعات اقتصادية، لكن لابد وان يكون ملما بكل القوانين. ليه؟ اللي قاعد قدامي ده ماليش دعوه، او الراجل اللي جاي لك المكتب ده ماليش دعوه انت خاص ولا عام ولا شريعه، لا انت جامع مانع. ولذلك بندرس ليكم في سنه اولى كليه وثانيه كليه نظم سياسيه ونظم دستوريه واقتصاد سياسي، وفي رابعه الفقه واصوله. ليه؟ حتى تكون راجل جامع وتعرف تتكلم، مش تقول بقى انا تخصصي كذا. لا ما ينفعش، فيش حامي، ما حاجه اسمها محامي متخصص. وبناء عليه للاسف بنجد ان نصف العلم لا يعرفه اكثر من اكثر اهل الارض. فمثلا لو اتكلمنا في علم من العلوم، هو علم الفرائض. علم الفرائض، عارفين يعني علم الفرائض؟ يعني علم المواريث. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، فإنها نصف إيه؟ العلم. وأول شيء يقبض من الأرض علم الفرائض. تجد ناس بعد كده ما تعرفش عن إيه علم الفرائض، دي علامات الساعة أن أول علم يقبض هو علم الفرائض، هو نصف العلم وأول علم يقبض. طب يا ترى نعرف إيه عن العلم ده كمحامين؟ ونعرف توجهات المحكمة الدستورية العليا في إيه؟ وتوجهات المحاكم في إيه؟ نتناقش. بداية أريد منكم أن تعتزوا بأنكم محامون. مصدر ثقتك بنفسك، لو وضعت في نفسك أنك أهم رجال الدولة، أهم رجال الدولة، أنك أهل فكر. أعوذ بالله، أنا كعميد بقول أنا محامي، وروح أي جهة أقدم كارنيه المحاماة، ما أقولوش بقى كارنيه الجامعة ولا كده، لا لا كارنيه المحاماة، فأنا راجل قانون. كل ما يدور بخلدك أو كل اللي أنت بتبحث فيه وكل ما تصدره من قرارات، ده صناعتي أنا، شغلي أنا. فنيجي في مجال الأحوال الشخصية، نجد أنها غائبة عن كثير من أولادنا وكثير من زملائنا. كان في الكلية أهو بتذاكروها وخلاص، لكن زي ما قلت لكم ده أهم العلوم، الفقه وأصوله. وعليه لو جيت النهاردة أكلمك وأقول لك إيه درايتك عن علم الفرائض؟ إيه أنواع الإرث؟ حد يعرف؟ إيه أسباب الإرث؟ أسباب الإرث. طيب ماشي يعني إيه كراجل محامي؟ قلنا إيه، أنا تحفظ في الإجابة ولا نطلق أي لساننا لأي مفردة. الإرث ما يتركه المتوفي، صح ولا غلط؟ ما يتركه المتوفي، هيترك إيه؟ هيترك أشياء يا إما عينية يا إما مادية.
يا إما أدبية، صح؟ طيب إذن كل ما يتركه الإنسان فهو إرث. إذن هناك ورث وهناك مورث وهناك مال موروث. ها، وارث هو الشخص الذي توفى، اللي بيتنام، أستاذ اللي بيتنام لو سمحت، اللي بينام، لا اللي بينام يوم يغسل وجهه، بتفكر في الميراث بس. ها معايا يا أستاذة؟ إذن هناك وارث هو الشخص الذي توفى، هناك مورث الشخص اللي هنرثه، وهناك مال موروث. طيب الشخص عندما يتوفى في حقوق بتتعلق بتركته، مش على طول كده الشخص توفى هو توزع تركته، لا ده في حقوق عنية. افرض الراجل ده وانت رايح توزع تركته وجدت ان بيته مرهون او ارضه عليها دين او عليها اولها واقف، تعمل ايه؟ اذا تعرف اول حاجة في الحقوق المتعلقة بتركة المتوفي اربع حقوق. اربع ايه؟ حقوق. اول حاجة اكرامه، تكفينه وتجهيزه. منين بقى؟ من ماله الخاص. من ماله الخاص. احنا لسه ما ورثناش. اول حاجة تكفينه ايه؟ وتجهيزه. اتنين، ها، قضاء ايه؟ ديونه. الدين ده إما يدينه لله تعالى وإما يدينه إيه؟ للعباد. مثلا عليه زكاة، افهموا كده ويعرفوا الكلام ده يا أولاد. إما أفرض عليه زكاة، خلاص نظر أن يحج، يحج ومحجش، إذن ده اسمه دين لله تعالى. طب في دين للعباد، أيهم أقوى وأيهم يقدم؟ دين العباد. دينه إيه؟ لأنه لا يجوز أن نصلي على أحد وعليه دين، تعرفوا كده. طيب أبقى تاني حاجة قضاء الديون. طيب أنت دلوقتي عاوز تقضي ديونه، الشخص ده بيته مرهون، أعمل إيه؟ أفك الرهن. الشخص ده مدين لك مبلغ معين، مدين لمؤسسة بمبلغ معين، أدفع هذا الدين. ده أنت كمحامي بقى جاي توزع تركة. تلاتة، تنفيذ ايه؟ وانتوا عارفين هل تجوز الوصيه لوارث؟ ها، نعم، وصيه لوارث في حديث يا شباب واضح ومحدد، لا وصيه ازاي اوصي وهو اللي حق اصلا. زي واحد يقول لك ايه، تنفق على ابوك، ما واجب عليك انك تنفق عليه اصلا. ها ازاي يعني لا وصيه ايه لوارث؟ طب الوصيه تنفذ في حدود كم؟ تلت التركه، فما زاد عن التلت يتوقف على ايه؟ مفهوم ولا صعب ولا سهل؟ انا لسه ما دخلناش بقى في المسائل. ها، ابقى انت تعرف اول حاجه كمحامين آلة تنفيذ الوصايا، فالوصايا لا تجوز الا في حدود التلت، ما زاد عن التلت بيتوقف على الاجازه، اجازه ايه؟ الوراثه. طيب بتسمعوا عن الوصية الواجبة اللي الكثير من أهل المتوفى بيغفلوها وانتوا عارفوهاش. طب الوصية الواجبة كيف شرعت؟ عارفين؟ هل فيها نص من القرآن؟ هل فيها نص من السنة؟ الدولة الوحيدة التي انفرضت بها ايه؟ مصر عام 47. طبعا العلماء هم ورثة الأنبياء، وكلمة علماء دي مش أي حد يستقيها، وكان أساتذتكم الأكابر كانوا علماء في كليات الشريعة وكليات الحقوق، جلسوا مع بعض وشافوا الظلم بعينهم، وجدوا أن رجل معه بنت أو ولد وتوفوا في حياته، فتوفى الولد فنعمت البنت بكل الميراث، وأولاد الولد الشخص المتوفي لا شيء له. توفى الأخ، اثنين إخوة، توفى أحدهم ولم يرث إيه؟ أولاد الأخر. إيه ذنبهم؟ ذنبهم إن أبوهم متوفى في حياة جدهم. قالوا لا، إذا ده مش حالة إنسانية، ولذلك قالوا إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن.
أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم، تشرعوا ما يخدم الإنسان ويخدم ويحقق مصلحته. فاجتمعوا وقرروا موضوع الوصية إيه؟ الوجبة. وقلنا الوصية الوجبة بالنسبة للأولاد وإن نزلوا، وإن إيه؟ طب بالنسبة للبنت البطن الأولى فقط، البطن الأولى فقط. يعني توفى رجل مثلا معاه ولدين وبنت، كلهم دول يرثوا بالفرض ولا بالتعصيب؟ ها؟ فين فرض وتعصيب؟ لا، إذا انفرضت، إذا انفرضت ترث إيه؟ بالفرض. إذا كانت معها إخوة ترث بالتعصيب. تاني، هنا فرق بين صاحب الفرض والتعصيب. الإرث نوعين، أرث بالفرض أو أرث إيه؟ بالتعصيب. أنا الراجل ده توفى وترك إيه؟ ولدين وبنت وزوجة. ها، من هنا صاحبة الفرض؟ من هنا صاحب الفرض؟ ها، دي تتقدم أول واحدة اديها ميراثها. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائد بأهلها فما بقي فلا أولى رجل ذكر. أول ما تبدأ في التوزيع ورث مين؟ أصحاب الفرض، أصحاب إيه؟ الفرض. من الرجال، من الرجال عددهم، من النساء عددهم 7، ومن الرجال عددهم 9. خلاص 9 و7، هقولهم لكم بعد كده. أصحاب الفروض، إذا اجتمع في هذه المسألة اجتمع صاحب فرض مع عاصب، أبقى أول أبد حاجة أبدأ للزوجة أديها إيه؟ أديها تمن إيه؟ طيب تعرفوا نصيب التمن لمين؟ مين بياخد التمن؟ ها، اتفضلي قومي، اسمك ايه؟ ما تعرفش. اللي تعرف استاذ، تعرف استاذة، تعرف ده انتوا يعني ده يرث الزوجة فقط، يعني التمن ده، التمن ده بتاع الزوجة فقط. ده كلام ايه ده اللي تقولوه ده؟ يعني الارث ده للبنات فقط. انتوا مش هتاخدوا حاجة ولا ايه؟ ها، ارث نصيب التمن لمين؟ ها، هي في كده الحالات التمن، التمن لوحدة فقط، الزوجة أو الزوجات. زوجة بتاخد التمن إذا كان هناك فرع وارث ذكر أم أنثى، صح؟ طب لو كان الراجل ده متجوز أكتر من واحدة هيشتركوا في التمن. هيشتركوا في إيه؟ التمن، في التمن. خلاص، يعني جوز 4 جوز 3 هيشتركوا في إيه؟ في التمن. إذا هنا نصيب الزوجة كم؟ باعتبارها صاحبة فرض، صاحبة إيه؟ فرض. طب هيتبقى مين بقى؟ الأولاد والبنات. إيه اللي هيحصل؟ يرثوا هنا بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب. خلاص؟ للذكر مثل إيه؟ حظ الأنثيين. أوصيكم وأوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، إذا عرفنا هنا أن العلم الفرائض أو علم الميراث فيه حقوق متعلقة به، انتهينا إلى تنفيذ الوصايا. تنفيذ الوصايا. طيب بعد تنفيذ الوصية إيه اللي بيحصل؟ ها؟ توزيع الإرث. هنيجي بقى لتوزيع الإرث بقى. إما أن يكون توزيع رضائي، ويقول لك كده يا أستاذ يا محامي إحنا عندنا تركة عاوزين تعمل لنا قسمة مهيئة. تعرفوا؟ تفضل. في قسمة المهيئة الوقتية والزمنية. تفضل، اشرحها لهم. قسمة المهيئة الوقتية إن كل صاحب نصيب يختص زمن معين للعائد يعني. تمام. المهيئة المكانية إن زي القسمة الرضائية زي فرز، إنت أختص بالمكان ده وأنا أختص بالمكان ده وأنا أختص بالمكان. تمام، جميل. طيب، احنا ممكن نسميها قسمه رضائيه. قسمه رضائيه ولا غير رضائيه؟ تمام، او بعيدا عن ايه يا حسين بيه؟ عن المحاكم. بعيد عن ايه؟ طب هل هذه القسمه ملزمه للمحاكم؟ ايوه، ملزمه، ملزمه للمحاكم. يعني مثلا راجل توفى وترك 2 زوجه وترك اولاد وترك امه وترك ابوه وترك مثلا 1,000,000 جنيه. طبعا انتوا ما درستوش لا التباين ولا تخارج ولا الكلام ده، ما تعرفوش يعني ايه تقسموا الحاجه دي. طيب الراجل
جالك قال لك يا استاذنا يا استاذه السمير التاريخ، فانتوا رضائيا. طب انت ليك هنا مثلا كم في القطعه الارض دي؟ النصف. طب ايه رايك تاخد هنا التلت ونديك هنا مثلا 10 وهكذا وكذا، وكله يوقع. هذه القسمه ملزمه للورثه لما وقع عليها، واحد ما وقعش لا تعد ايه ملزمه. دي قسمه بيلجا اليها معظم الشعب المصري عشان يبتعدوا عن المحاكم، يبتعدوا عن المحاكم. طيب لكن لاحظنا ان في هضم في الحقوق خاصه تجاه النساء، وده طبعا ابشع انواع الظلم. بس ما بينفعش اسمه بقى، خلي بالكم بقى، ودول بينسحب عليهم قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا يقبل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. ازاي انت ابحت لنفسك تستاثر بالمال وتحرم بنتك، تحرم اختك، تحرم امك لكونها يعني، شوف الام شوف الاخت، تخيل انت، ويحرمها من الميراث. طبعا ده ابشع انواع الظلم، فده طبعا منتشر. واكثر القضايا اللي هتجيلكم في قضايا الحرمان من الميراث، خاصة النوع الآخر. القانون، والتفت المشرع المصري إلى هذه المشكلة فبدأ يعمل مجموعة من القوانين. لو استعرضناها من القانون 25 لسنة 20 والقانون 20 لسنة 25 لسنة 25 والقانون 9 قانون 20 لسنة 29 والقانون 2001 لسنة 2000، هنجد أن كل هذه القوانين لم تضع عقوبة رادعة لمن يمتنع عن تسليم التركة، خاصة للنوع الآخر. إلى أن جاء قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته 1 بعد سنة 2000، والآن بيعد قانون الأحوال الشخصية الجديد في حوالي 355 مادة بيتناول هذه الموضوعات بالتفصيل. طب ماذا تفعل لو جالك أو جات لك واحدة أو جالك واحد وقال لك يا أستاذ يا أستاذة والدي توفى أو أمي توفيت وحرموني من الميراث؟ نسمع إجابة يا حسين بيه. ها تعمل إيه؟ محامية أنت؟ آه وما في ده. واحدة جات لك، تفضل يا أستاذ، أوقف. واحدة جات لك وقالت لك والدي توفى أمي توفيت وتم حرماني من الميراث، تعملي ايه؟ نشوف الاول يعني السبب ايه؟ ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ يعني اول حاجه طبعا الورق، نشوف في عنده ورثه، مين هيورث مين مش هيورث، في اخوات متوفيين، في موجودين، في ام موجوده اه ولا لا؟ وعلى الاساس ده هقدر احدد. ممكن الفرع يحجب حجب حرمان؟ الفرع؟ طب حجب نقصان؟ ممكن يقل نصيبها او تقل نصيبك، بدل ما تاخدي كل التركه تاخد نص التركه، بدل ما تاخد نص التركه تاخد ربع التركه. ده اسمه حجب ايه؟ نقصان. حجب الحرمان، هل ممكن يحرم الابن او البنت من التركه؟ لا، ده في اسمها ايه؟ موانع الميراث. موانع الميراث زي ما قلت لكم القتل. وانا كنت اتوسع في هذا، فلا يكتفى بالقتل المادي المحسوس، ده في قتل معنوي، ده في بنات بيقهروا اهلهم بهبلها وعبطها بمشاكلها اللي بتكتر وتخلص، والبنت اللي بتهرب بتروح تتجوز عرفي ومش عارف ايه وتسيء لاهلها، ده قتل معنوي ده ولا لا؟ وكذلك هنا برضه، ما هو بجانب القتل المعنوي في القتل المادي في قتل معنوي. ولد عاق الوالدين، عاق، ترك ابوه وترك امه وجاي يرثهم، وانا شفت نوعيات دي كتيره. فلا بد وان نتوسع في مفهوم القتل. فاذا كان الحديث على اطلاقه القاتل لا يرث، لا، فالقتل هنا نوعه. من العقوق اللي احنا بنشوفه؟ شوفوا الاباء بيعملوا ايه في الابناء، بيعملوا في ابائهم، بيقهروهم لحد ما يموتوهم ويبقوا يرثوهم بعد كده. وكذلك البنات، ها، ورغم ان النساء اكثر وفاء لامهاتهن، اكثر وفاء لابائهن، وأكثر الأنواع ظلما،
إلا لازم نحميهم. فأنت لو جالك كده هتفحصي الأوراق وبعدين هتعمل إيه؟ ماشي وبعدين هنعمل إيه بقى؟ هنعاوز إيه؟ نلقى بقى إجراء قانوني. إيه بقى الإجراء القانوني؟ تعمل إيه؟ ما أنت شفت الأول إعلام الوراثة جالك، جالك إعلام الوراثة وبعدين هتعمل إيه؟ في ما فيش قسمة رضية أصلا، مفيش قسمة رضية، مفيش. يا جماعة لو سمحت اسمعوا البعض، اسمعوا البعض، مفيش قسمة رضية. يعني الأستاذة المحامية هاو اجتهدت، قالت الأول هشوف الأوراق، تمام تفضل أنت بقى تعملي، جات شفت الأوراق وبعدين أيوه. خلي بالكم الجديد بقى، الجديد هو إيه اللي جاب لي الاسم للميراث؟ ها بعمل ايه؟ اروح النيابه ولا اروح الاسم؟ وبعدين وبعدين ترفع بقى دعوه عدم تسليم تركه. ايوه الجديد هو الجديد، ده الجديد بقى. احنا عارفين في التركه ان احنا بنعمل دعوه قسمه او دعوه فرز وايه وتجنيب. الجديد هو ان انا ممكن الجأ لاجراء اداري يتبعه نيابة عامة يتبعه محكمة. خلي بالك بقى، امتناع عن تسليم تركة. اسمعوا بقى اللي احنا بنتكلم فيه بقى. هنا هتجدوا كمحامين هتجدوا ايه في بعض المشاكل، ان في بعض الدوائر تقول لك لا لن اقبل هذه الدعوة. ليه يا عم؟ الأوراق موجودة قدامك علشان مش مرفقة بإيه؟ طب ما أنا لو معايا فرز والتجنيب هلجأ ليك ليه أصلاً؟ هلجأ ليك ليه؟ خلاص. فجات المحكمة الدستورية العليا قالت الكلام ده غير دستوري، الكلام ده غير إيه؟ لا يشترط، وقد يكون أنا سقت لكم هذا الحكم، لا يشترط أن يسبق دعوة تسليم التركة دعوة فرز والتجنيب. انا برجع ليك ليه اصلا؟ طب لو انا فرست وجنبت هرجع ليك ليه؟ هو انا هدف احبسه ولا هدف الحصول على حقي؟ خلاص هتجد دوائر تختلف عن دوائر اخرى، ولكن النصيحه للاسف، للاسف العرف او العاده جرت عند بعض الدوائر انهم بيرفضوا قبول هذه الدعوه طالما لم يسبقها ايه دعوه فرز وتجنيب. لحد كده وقفنا. طيب اتفضلي. لو دلوقتي في ارض هنا وارض في مكان في محافظه وارض في محافظه، تمام، عايزين نعمل فرز وتجنيب، هنعملها ازاي؟ اضطر ان انا اروح المحافظه دي واضطر اروح المحافظه دي ولا اعمل ايه؟ مع ممكن يعمل لي عدم اختصاص مكان. سهله قوي الحاجات دي. سهل. شو اتفضل. لحظه اسمعوا يا جماعه، عشان الحاجات دي اكثر القضايا اللي تعرضوا ليها قضايا الاحوال الشخصيه. انتن ولاد الدعوه برضه فرز التجنيب لازم الورق يكون رسمي. طب لو حي مثلا شعبي او يعني مش مسجل رسمي اعمل ايه؟ اذا كان العقارات انا اطمنكم على حاجه، اذا كنا في مصر 25 مليون عقار، المسجل منهم في مصر حوالي 5 مليون وال20 مليون عقار مش مسجلين، ها ما تخافوش من الكلام ده. لا مش مشكله. في حاجه تاني؟ طيب اتفضل. سهله دي، هقول لك سهل. نعم. نعم. انتوا قدامك حاجتين، يا اما ان تلكي الضرائب العقاريه وتجيب المكلفه بتاع القطعه الارض، وده من الاوراق اللي اشترط تواجدها قبل رفع الدعوه، انك بتروحي الضرائب اللي يتبعها هذا الشخص وبتقدمي على طلب بصفتك ايه؟ ورثه. بيديك المكلفه دي خلال الاسبوع، بيقول لك في ان الارض دي كذا حدودها كذا ملكي كذا، وتاخد المكلفه دي وتقدميها في الاوراق، ماشي، بتحصل عليها من الضرائب العقاريه يعني. سهل. ها في حاجه تاني؟ طيب نستمر. ابقى احنا هنا قلنا علم الفرائض نصف العلم، هذا العلم العظيم في ارث بالفرض وارث بالتعصيب. أصحاب الفروض معروفين، لو قلت الزوج صاحب فرض ولا يرث بالفرض ولا بالتعصيب؟
طيب الام الجد الاب خلي بالك فرض وتعصيب فرض وايه وتعصيب ايه الحلاوه دي لا يعني الشباب النهارده حاجه تفرح الله يعني حاجه تفرح يعني شكله موظفين كلهم ماشي اذا هنا او ما اجي اقول بقى الفروض المقدره شرعا والفروض غير المقدره شرعا الفرض يعني ما نص عليه ايه الفروض المقدره شرعا كم فرض لما تقولش ربع كم ها فكروا فكروا بس فكروا فكر في في بهدوء وبعدين تقولي لي انا عارف كذا كذا بس ستة ابقى الفروض المقدره شرعا كم تقدر تقوليهم قومي انت قومي ساعتك اللي ورا دي لا ده انا شاورت اللي ورا دي برده شويه قولي انت اسمك ايه قولي يا ماري النصف ونصف والثلث والثنتين والسدس كويس والطن طيب تمام يعني جابته النصف وانت هتاخد كام النصف هتاخد كام وايه والربع يعني النصف ونصف تمام طيب ها والتلتين والتلت هيفضل ايه التمن والسدس التمن ايه والسدس لو مثلا مسكنا النصف من يرث النصف انا مش عاوز انا عاوز يا فكر لو فهمتوا علم الميراث هتفهموا كل العلوم فعلا ده انا عارف لو جبت لك مساله كيف تورثي الجنين اللي في بطن امك او بطنك تورثيه ازاي دي بتاخد معايا 3 4 صفحات عشان احلها وخاصه اذا كان مقرونه بتركه توزيع التركه اذا المهم فما اقول فرض النصف مين يعرف فرض النصف طيب النوع الاخر قوم اتفضل فرض كم واحد النصف 2 لا غلط 5 شوف كده نعدهم ايوه طيب طيب ايه وبنت الابن والاخت الشقيق والاخت الاب كم دول خدت ده كله لوحدك كم دول 5 ها اذا النصف بياخدوه 5 اشخاص البنت لو انفرضت يعني راجل طلق بنت واخ اخ شقيق ليه هو الاخ الشقيق هنا يحجب ولا يرث طب البنت تاخد هنا ايه ترث بايه بالفرض ولا بالتعصيب لا بالفرض هتاخد ايه نصف التركة تاخد ايه خلي بالك ركزوا شويه ده علم الفقه واصول ده علم العقل انتم كمسلمين ومسيحيين المفروض تقرؤوه وتفهموه كويس جدا هيوسع مدارككم ابقى احنا قلنا هنا حافظ على حقوق النصف فرض كام 5 الزوج امتى الزوج له نصف كم نصيب مش بياخد النصف بياخد الربع متى ياخد النصف مفيش فرع وارث ها ياخد الربع اذا كان في فرع ايه تمام والبنت منفرد وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب دول اصحاب فروض ولا اصحاب عصابات منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث ايه صعبه ولا سهله اذا النصيب النصف لخمس نهايه الربع ها استاذ ابو بدله ايوه انت اسمك ايه قول يا استاذ احمد الربع نصيب من كام يعني نصيب كام 5 ولا 16 ها كام مين نصيب كام واحد هات لي الخلاصه قول نصيب 2 نصيب ايه 2 الزوج والزوجه الزوج امتى اذا وجد فرع وارث يحجب من كام من النصف للربع صح طب الزوجه لو ما فيش فرع وارث لو في فرع وارث تاخدي ايه اذن عرفنا ان الربع نصيب 2 والتمن نصيب ايه واحده ف
فيظل لي ايه التلتين والتلت والسدس. اذا المحصله يا شيخ، طبعا النهارده المحاضره جريت بسرعه، لكن كنت عاوز اكلمكم في المواريث واكلمكم عن الحكم وازاي تتعاملوا معاه. المحصله يا اساتذه يا اساتذه يا اساتذه، لكي تفهموا علم الاحوال الشخصيه، الاحوال الشخصيه يعني كل ما يتعلق بالشخص، خاصه فيما يتعلق بالارث والنوع الاخر من حيث الطلاق. اولا الزواج، معلش الزواج، فالطلاق واثار الطلاق، النفقه، العده، ها، الحضانه. طيب ثم نتكلم عن الخلع ودور المحاكم فيه، ومتى تحول القضيه، هل يجوز تحويل قضيه الخلع الى قضيه تطليق للضرر، نشوف. وحكم المحكمه في قضايا الخلع، هل هو حكم نهائي هيعد طلاق بائن بيننا كبرى، نشوف، ولا بائن بيننا صغرى؟ حد عارف؟ لو واحده خلعت جوزها، والخلع ده يا اولاد مش سبه لكنه حكم نادر، كان في واحده اسمها جميله، وهي جميله بنت اسمها جميله قوي، جميله بنت عبد الله، كانت متجوزه رجل شره يعني شبه الحيوان، ورجل فيه كل الصفات المش كويسه وعنيف جدا وشرس، وكان بيضربها وهي زي القمر. فجت يوم كان يمشي مع اصدقائي فنظرت الي وتحسرت على نفسها، ما ضرب كل ما يشوفها يضربها، يضرب وهي جميله بدل ما يبوس ما هو يضربها. المهم ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا الاصل الشرعي للخلع، وتوقفوا عند المفردات. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله اني ما اعيب عليه في خلق ولا دين، انا مش جايه ان انشر غسيله يعني، ولكني اخشى على نفسي من، شوف الادب، اخشى على نفسي من الفتنه، لان معلش انا امراه وعندي نزوه كما هو عنده نزوه، ولكن الراجل ده بيهجرني وبيضربني ويشتمني ويتجوز عليا ويعمل كذا وكذا، وانا خايفه على نفسي من ايه؟ من الفتنه، افعل ايه؟ فضايق علي ارتون، ما صداقها؟ انت مهرها ايه؟ فقال له حديقه او بستان، حديقه يعني، او كان يطلق عليها بستان يعني. فقال مين اللي قال بقى؟ خلي بالكم المفرده، خذ الحديقه وطلقها تطليقه. تاني، خذ الحديقه، مين اللي قال؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها ولا اوكل امر الطلاق له هو؟ خلي بالكم النقطه دي اللي بنقع فيها ايه في الخطا في المحاكم، ان انا القاضي لم افوضك في الطلاق، انت طلبت الخلع، من يطلق؟ فالقانون اعطى للقاضي حق التطليق، في حين وفقا للنص انه ليس من حق مين؟ ده الطلاق حق للزوج، كما ان التفويض في الطلاق حق للزوجة، كما ان لك كما يجرى في الشارع المصري يسمى العصمة في يد الزوجة، ده اسمه التفويض في الطلاق، التفويض في الطلاق، يعني انت لك الحق ان تطلقي للضرر ولك ان تفوضي في التطليق، هو ليس له سوى الطلاق ولك الحق في ان تخلعيه. كم حاجة الرجل ايه؟ حتى لا تسلبه منه، خلي بالكم. ابقى هنا اما اجي اتكلم في قضيه مثل هذه القضايا، فقال له خذ الحديقه وطلقها، من هنا شرع الخلع، شرع ايه؟ الخلع. فاخذت به المحاكم المصريه، لان كانت في ناس مش كويسه برضك تعذب نساء وكذا، قالوا طب ما في تطليق للضرر. المحصله ان الخلع له اصل شرعي لكن لا ينبغي التوسع فيه، لان النهارده ضعف الوازع الديني لدى الكثير من البنات ولدى الكثير من الشباب بيجعل المراه ما مش مسؤوله زي امهاتنا زمان ولا تتحمل مسؤوليه، من السهل بتهزر بتضحك، ها روح انت طالق، انا خلعتك، خايبه مش عارف انا خربت بيتها، ها لا، وثلاث جدهن جد وهزلهن ايه؟ النكاح والطلاق والرجعه، ما فيهمش هزار، ما فيهمش هزار.
ده نوع من انواع ايه الطلاق او نوع من انواع الفرقه. اذا هنا كنت اتمنى ان اتكلم معكم في النفقه، متى تجب ومتى تجوز، وكيف ايه الجديد في تنفيذ النفقه الوجوبيه، ايضا في كيفيه الحساب النفقه، ده دورك كمحامي، الحضانه، الست اذا طلقت طلقه رجعيه تقعد فين، اذا طلقت طلقه بائنه تروح فين، حقها في السكن يروح ازاي، اذا كان معاها ولد او معاش ولد او معاها حد منه نشوف نعمل ايه. دي كلها تناولها قانون الاحوال الشخصيه من عام 20 في عام 29 في عام 2000 حتى تاريخ هذا، حتى التعديلات الجديده اللي تم الموافقه عليه قانون الاحوال الشخصيه بالنسبه للاخوه المسيحيين، تم عليه في التوافق عليه ما بين الارثوذكس والكاثوليك عام 21 وخلاص انتهى. دلوقتي فاضل عشان يصدر القانون ايه، قانون الاحوال الشخصيه بالنسبه للمسلمين في حوالي 355 ماده هتنتهي. انا طبعا كنت اود ان اسهب معاكم، لكن النهارده استمعنا لمعالي النقيب بخبرته القانونيه، اتعلمنا منه وسمعنا منه حاجات، والنهارده سامحونا على التقصير، لكن بابي مفتوح في السؤال عن اي مساله في مسائل الاحوال الشخصيه، بيتي مفتوح فيه، بابي مفتوح وتليفوني معاكم، وان شاء الله نلتقي فيما بعد سواء انا او زميلي الاستاذ الدكتور عطا يشرح لكم ما تود سماعه. واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.